التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمضي في طريق التنمية والبناء بمرحلة قوامها البناء والإنتاج. وخلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أوضح الرئيس السيسي أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان والعمل المنظم المتواصل والمبني على الأخذ بأسباب الحياة هو المنهج الرشيد الذي حرص النبي على ترسيخه وتعليمه لأمته. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لخطورة بث الشائعات، ومؤكدا أن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه. بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع المجلس الأعلى للجيوش عددا من القضايا المتعلقة بدور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الوطن والمواطنين. وخلال الاجتماع أثنى الرئيس التونسي على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في كل المجالات في تناغم كامل مع القوات المسلحة الأمنية، مؤكدا ضرورة التعامل معها بناء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية. أعلن خفر السواحل اليونانية أنه ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم جراء غرق سفينتهم قبالة سواحل أو جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجا في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال خفر السواحل إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا، مشيرا إلى أنه سارع بعملية الإنقاذ بإحدى السفن وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ فور الإبلاغ عن السفينة الغارقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن القوات الأوكرانية استعادت 3 قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية. وفي مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي، أضاف زيلنسكي أنه تم تحرير القرى 3 في الساعات 24 ساعة الأخيرة، مؤكدا أن الهجوم المضاد مستمر. أعلن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى، فيما قالت بيونغ يانغ أن تجاربها الصاروخية تأتي كإجراء مضاد للتدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في عدد من الملفات الأمنية، مشيرا إلى دخول حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان مياه بلاده، بينما أدنت الخارجية الأمريكية الإجراء الكوري الشمالي وداعية بيونغ يانغ إلى الحوار. رياضيا، حسم نادي تشيلسي الإنجليزي مواجهة القمة مع ضيفه ميلان الإيطالي بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة وفي الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة وفي دوري أبطال أوروبا. حقق أيضا تشيلسي فوزه الأول في المسابقة ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن سالزبورغ النمساوي المتصدر. وفي مباراة أخرى اكتسح نادي مانشستر سيتي ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بخماسية نظيفة، محققا فوزه الثالث تواليا ليقترب من التأهل إلى الدوري الثمن النهائي. كما أيضا فاز ريال مدريد الإسبانية على شاختار دونيتسك بهدفين مقابل هدف. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.